أسعدتم أوقاتاً، أهلاً بكم إلى هذه الجولة من المشرق العربي. نسلط فيها الضوء على أهم مخرجات زيارة وزيرة الخارجية الألمانية ووزير الدفاع الأمريكي للعراق. نتابع فيها آخر التطورات داخل الأراضي الفلسطينية. في سحر المشرق نتعرف على إحدى معالم العراق الأثرية الأكثر زيارة وشهرة، زقورة عقرقوف. أهلاً بكم من عاصمة الخبر. نبدأ من الشأن العراقي، حيث أعلن وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن القوات الأمريكية جاهزة للبقاء في العراق بدعوة من الحكومة العراقية، مع التزام بغداد بحماية قوات التحالف من أي أطراف خارجية. من جانبه شدد رئيس الوزراء محمد شياع السوداني خلال لقائه بأوستن على حرص العراق على تعزيز العلاقات مع واشنطن، وبحث اللقاء استعراض التعاون المشترك بين العراق والولايات المتحدة وأداء القوات الأمنية العراقية في مكافحة الإرهاب وملاحقة عصابات داعش الإرهابية. كما أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن أن بلاده ستواصل العمل مع شركائها لدعم العراق ومواجهة تنظيم داعش الإرهابي. في كلمته التي ألقاها أوستن خلال مؤتمر صحفي في العراق، أكد أن بلاده تعمل مع الحكومة العراقية على القضاء على بقايا التنظيم الإرهابي، ومشيرا إلى أن العمل العسكري وحده لن يضمن القضاء نهائيا على التنظيم. نستمر بزيادة التوافقية بين حلفائنا وشركائنا، وسنستمر بالعمل من أجل إنجاز هذه المهمة معا. عبر التحالف لدحر داعش تمكنا من تحرير مئات الكيلومترات من داعش، وحررنا ملايين العراقيين من قبضتهم القاسية. إن القوى العراقية بما فيها البشمركة قامت بخطوات كبيرة من أجل تعزيز قدراتها، وهي الآن في القيادة والطليعة، ولكن العمل العسكري لوحده لن يؤمن القضاء الكامل على داعش. هذا واستقبل رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني وزيرة الخارجية الألمانية أنيلا بيروبوك، وبحث اللقاء سبل توطيد العلاقات الثنائية والشراكة في مختلف المجالات. أكد السوداني على أهمية استمرار التواصل والتعاون الثنائي وتبادل المعلومات في الجانب الأمني، ومعربا عن انفتاح العراق على كل أشكال الشراكات والفرص الاستثمارية، خاصة البنية التحتية. في ختام اللقاء تم التوقيع مع شركة سيمنز الألمانية للطاقة على 3 عقود تتضمن أعمال التأهيل والخدمة الشاملة لمحطات كركوك والرشيد والصدر الغازية، وذلك لإنتاج الطاقة الكهربائية. من جانبها قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنيلا بيروبوك إن زيارتها للعراق تأتي تأكيدا على دعم برلين المتواصل لحكومة بغداد في مواجهة أي تحديات. أوضحت بيروبوك أن العراق حقق انتصارا كبيرا على الإرهاب، إلا أنه يتعين على الجميع الحذر من عودة تنظيم داعش الإرهابي مجددا. سنواصل معا إحكام السيطرة على داعش حتى لا يعيش أي عراقي من حكم هذا التنظيم الإرهابي مرة أخرى. لقد أحرزت بلادكم تقدما مثيرا للإعجاب في الحرب ضد الإرهاب، ولكن نعلم جميعا أنه لا يزال يمثل تهديدا. لهذا السبب يتواجد الجنود الألمان اليوم في العراق بدعوة من الحكومة العراقية كجزء من التحالف المناهض للتنظيم الإرهابي، إضافة إلى مهمة الناتو في العراق.
ما زلنا في العراق، حيث استعرض رئيس الوزراء العراقي محمد شيع السوداني مع وفد من أهالي محافظة ديالى الأوضاع المعيشية والخدمية وأهم التحديات التي تواجه جهود الاستقرار وعملية تقديم الخدمات وتلبية احتياجات المواطنين. أكد السوداني حتمية إنفاذ القانون بدون خطوط حمراء، ومشددا على أن دماء المواطنين أمر لا يقبل المساومة ولا التساهل. أعرب السوداني عن ثقته بالدور الإيجابي الذي تطلع به العشائر في ترسيخ السلم الاجتماعي وإصلاح ذات البين وتعزيز القيم الاجتماعية الأصيلة للعراقيين. أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية الإطاحة بأربعة إرهابيين بارزين في نينوى، وذكرت خلية الإعلام الأمني أن الوكالة ضبطت الإرهابيين الذين نشط عملهم ضمن صفوف تنظيم داعش الإرهابي في مقاطعتي ديالى والأنبار، مبينة أن أحدهم تم القبض عليه أثناء عودته من أحدى دول الجوار. إلى الشأن الفلسطيني، حيث شيع عدد كبير من الفلسطينيين جثامين الشهداء الستة الذين استهدفوا برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي أثناء اقتحام مدينة جنين ومخيمها بالضفة الغربية. طلب مشيعو الجنازة المجتمع الدولي بالتدخل والوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني أمام الاعتداءات الإسرائيلية، وآخرها اقتحام مخيم جنين ما أدى لاستشهاد ستة فلسطينيين وإصابة تسعة آخرين بجروح. ونفذ قوات الاحتلال مداهمات وعمليات تفتيش لعدد من المنازل، فيما قصفت منزلا محاصرا في المخيم. كبروا الله اكبر، كبروا الله اكبر. قال المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية نبيل أبو ردينة إن عمليات القتل اليومية التي تقوم بها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد أبناء الشعب الفلسطيني، والتي كان آخرها ما حدث في مخيم جنين، هي حرب شاملة. أكد أبو ردينة أن الحكومة الإسرائيلية تتحمل مسؤولية هذا التصعيد الخطير، ومطالبا الإدارة الأمريكية بالتحرك الفوري والضغط على الحكومة الإسرائيلية لوقف جرائمها وعدوانها المتواصل على الشعب الفلسطيني. حيب شباب، أدانت مصر في بيان صادر عن وزارة الخارجية اقتحام القوات الإسرائيلية لمخيم جنين الفلسطيني، والذي أسفر عن استشهاد عدد من الفلسطينيين ووقوع العديد من الإصابات. أكدت مصر رفضها التام لسياسة الاقتحامات المتكررة الإسرائيلية وما ينتج عنها من سقوط ضحايا من المدنيين من أبناء الشعب الفلسطيني، ومناشدة كافة الأطراف الدولية الفاعلة الاطلاع بمسؤولياتهم لوضع حد للإجراءات الأحادية التصعيدية الجارية وتهيئة الظروف لتمكين جهود التهدئة والتسوية السلمية لتؤتي ثمارها بعيدا عن حلقة العنف المدمرة القائمة. كانت منظمة العفو الدولية قد قالت إن الإفلات من العقاب هو النمط السائد لمرتكبي العنف من المستوطنين، وفي أعقاب إفراج سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن ستة مستوطنين رغم ضلوعهم في الاعتداءات التي وقعت ضد الفلسطينيين ببلدة حوارة، جددت منظمة العفو الدولية دعوتها إلى السلطات الإسرائيلية إلى إزالة جميع المستوطنات التي تعد جرائم حرب بموجب القانون الدولي وتفكيك نظام الفصل العنصري الذي تفرضه ضد الفلسطينيين. أعرب الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط عن دعمه الكامل لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أونروا من أجل التغلب على الصعوبات المالية، وبما يضمن استمرار الأونروا في تقديم خدماتها لنحو 5,500,000 لاجئ فلسطيني. وخلال استقباله المفوض العام للوكالة فيليب لازاريني، أكد أبو الغيط أن عمل الأونروا يمثل صمام أمان للاستقرار في المنطقة بأسرها، وأنه من المهم ألا تتراجع الدول المانحة عن التزاماتها حيال الوكالة على نحو يضعف عملها. كما شدد الأمين العام للجامعة على أهمية سد الفجوات التمويلية في موازنة الأونروا والتي تبلغ 70 مليون دولار. قال الرئيس الفلسطيني محمود عباس إن المرأة الفلسطينية لعبت دورا رياديا وما زالت في النضال والتغيير نحو الأفضل أمام التحديات التي واجهتها. بمناسبة يوم المرأة العالمي، أكد عباس أن فلسطين اتخذت عددا من الخطوات الرائدة لتعزيز مشاركة المرأة في مؤسسات صنع القرار، بما في ذلك اعتماد تمثيلها بنسبة 30% على الأقل في كل مؤسسات المنظمة والدولة وهيئات الحكم المحلي. أكد الرئيس الفلسطيني مواصلة العمل على تعزيز حق المرأة الفلسطينية في المشاركة والمساواة.
وفي ظل ما يعانيه قطاع غزة من حصار وممارسات عنيفة من قبل سلطات الاحتلال الإسرائيلي، قررت طاهية فلسطينية بتوفير وجبات تشتهر بها المطاعم الكبيرة حول العالم لا يتمتع بها سكان القطاع. لنتابع. في كشك صغير على شاطئ غزة وجدت الطاهية الفلسطينية أمان شغف، شغفها في تقليب الشطائر وتحضير وجبات الطعام لمنح سكان القطاع مذاقا جديدا. وبسبب ما يعانيه القطاع من حصار ودمار جراء ممارسات سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لا يحظى سكان غزة بتلك الوجبات التي توفرها المطاعم الشهيرة ذات العلامات التجارية العالمية، الأمر الذي دفع أماني إلى تقديم تجربة مماثلة للزبائن بمنحهم وجبات قريبة لتلك التي تقدمها المطاعم التي يخلو منها القطاع. طريقة أماني في الطهي التي تعلمتها في أثناء إقامتها بالخارج لاقت قبولاً واستحساناً واسعاً بين زبائنها. كل الماركات هاي من البرجر مش موجودة عنا في غزة، فالبرجر اللي أنا بعمله أنا متأكدة إنه يعني مش نفس الطعم، بس في له وصفة لحاله وطعم مختلف بيعجب كل الناس، بشي غريب مميز غير طعم البرجر المتداول والموجود بكل المطاعم والمحلات اللي بغزة يعني. أماني البالغة من العمر 25 عاماً أطلقت على عملها اسم كشكي سلطع برجر نسبة إلى الشخصية الشهيرة في مسلسل الرسوم المتحركة سبونج بوب. الطاهية الشابة قالت إن هذا الاسم منحها الشعبية التي كانت تطمح إليها، حيث تؤمن بقدرتها على إثبات نفسها رائدة أعمال في قطاع يهيمن عليه الذكور. المرأة بتقدر تعمل كل إشي عدا الأعمال الشاقة، يعني بعيداً عن الأعمال الشاقة فأكيد المرأة بتقدر تعمل أي إشي ممكن يشتغله الرجل، مش صعبة طول ما هي في عندها عقل وبتعرف تدير وتفكر صح وتوقف في مكانها صح، تفرض شخصيتها وتفرض احترامها، أعتقد أنه بتقدر المرأة تعمل كل إشي. مشروع صغير لكنه لاقى استحسانا بين فئة الشباب الذين تستهويهم تلك النوعية من الأكلات التي تتماشى مع إيقاع ونمط حياتهم السريع، ما شجع أماني على الاستمرار في مشروعها سالتع برجر. ونعود وإياكم إلى الملف العراقي وأهم مخرجات زيارة وزيرة الخارجية الألمانية ووزير الدفاع الأمريكي للعراق. انضم إلينا من بغداد باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية. سيد باسم مرحبا بك، نتحدث عن هذه الزيارة التي كانت منذ ساعات ماضية وتم طرح العديد من الملفات على الطاولة، الملف الأمني، فرص الاستثمارية والدعم الاقتصادي، أيهما الذي تصدر اليوم ويعتبر الأولوية بالنسبة لألمانيا والعراق، وما هي الأشواط التي قطعتها اليوم العراق في علاقاتها مع ألمانيا؟ بسم الله الرحمن الرحيم، تحية لكم ولمشاهدي قناتكم الغراء. بكل تأكيد هو الملف الاقتصادي، فكما تعلمون العراق يعاني من مشكلة كهرباء مزمنة. نعم. يعني استمرت منذ حرب الخليج الثانية تدمير كل محطات الكهرباء عام 1990، وبقت المشكلة متلكئة حتى ما بعد يعني التغيير عام 2003 مع ازدياد كبير جدا ومضطرد بنفوس العراق. يعني احنا نتحدث عن 20 سنة الأخيرة زادت النفوس بحدود 15 مليون شخص، فبالتالي المشكلة العراق كلما يعني يضاعف قدرة الإنتاج الكهربائي اللي قد تصل الآن إلى حدود 24 يعني ألف ميجاوات، لكن الزيادة السكانية والتوسع وكما تعلمون الأجهزة الحديثة التكنولوجية الكثيرة دائما تجعل العراق بحاجة إلى الطاقة الكهربائية، إضافة إلى تهالك خطوط النقل. يعني اختصارا لدينا مشكلة مزمنة في الكهرباء، وكما تعلمون الكهرباء روح البلد. نعم صحيح. فيتتعلق بالاقتصاد وبالسياسة وبالاستقرار، فبالتالي هناك تركيز على عقود ماضية منذ حكومة عام 2014 إلى حكومة عام 2018.
كان هناك اتفاقات مع شركة سيمنز وهناك منافسة أيضا من شركة جنرال إلكتريك ومن شركات أخرى صغيرة وقعت العقود حصل عليها تغييرات. بالتالي الحكومة الحالية الحكومة التاسعة برئاسة الدكتور محمد الشاع السوداني حسمت هذا الأمر بتوقيع اتفاق كبير جدا مع شركة سيمنز. الحكومة الألمانية منذ البدء مهتمة جدا بهذا الاتفاق وتريد يعني أن يكون لها إطلالة على العراق من خلال الواقع الكهربائي، وبالتالي الزيارة كانت اقتصادية تتعلق بالطاقة وبالخصوص منها بناء يعني مشاريع طاقة كهربائية جديدة في العراق. قبل أن أذهب إلى أيضا تأثيرات وأبعاد زيارة وزير الدفاع الأمريكي، سريعا سيد باسم، هل هنالك طمأنة أمنية ومن خلال التعاون الأمني والاستخباراتي عن وضع العراق اليوم؟ ويعني وزيرة الخارجية الألمانية تحدثت عن استمرار مواجهة تنظيم داعش الإرهابي وأن لا يكون هنالك أي فرص لعودة الإرهاب على الأراضي العراقية. بكل تأكيد أؤكد كلامك، هناك يعني لا زال التحالف الدولي عامل، لا زال العراق يتعامل مع الدول المشاركة في التحالف الدولي لدحر داعش، مقاتلة داعش يعمل على الأرض، لا زالت قوات التحالف الدولي تقدم التدريب والمشورة العسكرية وتبادل المعلومات بين الأجهزة الاستخبارية للطرفين، وكما تعلمون يعني هذا الموضوع موضوع مكافحة الإرهاب، محاربة داعش دائما يتصدر الأولوية لدى أغلب الضيوف يعني الذين يزورون العراق من دول أوروبا وأمريكا. صحيح، ونحن نتحدث عن التحالف الدولي لمواجهة داعش. يعني أتوقف مع زيارة وزير الدفاع الأمريكي أوستن بالأمس والحديث عن أنه أكد أن القوات الأمريكية مستعدة لأن تبقى بالعراق وبطلب من الحكومة العراقية. كيف ترى هذه التصريحات؟ في بعض يعني الأطراف تتحدث عن قلق وتخوف من وجود عسكري لأمريكا يتبعه ربما بعض الخطوات الاقتصادية بالداخل العراقي، كيف ترى هذه التصريحات؟ لا بكل تأكيد أنا أؤكد لكم على أنه لا توجد قوات قتالية أمريكية بالتحديد يعني ولا أي قوات قتالية أخرى للتحالف الدولي على أرض العراق. هذا الملف حسم منذ سنوات طويلة حقيقة، وأغلب ما هو موجود هي قوات للتدريب، نعم مهتمة بتأمين تدريب القوات العراقية وتوفير المعلومات الأمنية والاستخبارية لها بهذا الشكل. وهناك اتفاق أيضا، واتفاق لم يكن في هذه الحكومة، وإنما اتفاق حتى في الحكومات السابقة، والأمريكان نفسهم يرغبون بعدم وجود قوات قتالية على الأرض العراقية، هذا منذ سنوات. لكن الآن نحن العراق كما تعلمون خلال الزيارة الأخيرة التي قام بها السيد رئيس الوزراء إلى مصر، الزيارتين الكريمتين اللتان قام بهما الرئيس عبد الفتاح السيسي إلى العراق عام 2021، إن شاء الله لدينا قمة بغداد الثالثة، من الممكن إن شاء الله أن تكون مصر مشاركة بقيادة الرئيس السيسي موجود هنا. هناك حالة استقرار كبيرة لا تستدعي وجود قوات قتالية. القوات العراقية أصبحت من ناحية العدة والعدد والخبرة الأمنية والاستخباراتية والقتالية جاهزة لأن توفر الحماية للعراق وحتى من احتمالا يعني لخارج العراق. جميل. لذلك نحن نتحدث عن تطوير العلاقات الاستراتيجية الاقتصادية وفقا لاتفاقية الإطار الاستراتيجي الموقعة بين العراق والولايات المتحدة عام 2011 قبيل انسحاب القوات الأمريكية. كان لنا وفد كبير جدا سياسي وفني زار واشنطن قبل 3 أسابيع، اتفق الطرفان على تفعيل مجمل بنود اتفاقية الإطار الاستراتيجي. الحديث يختصر حول تدريب القوات، دعم من الولايات المتحدة الأمريكية بأن يكون العراق بؤرة استقرار في المنطقة وأن لا يكون هناك أي دعمه ليكون أكثر أمنا واستقرارا ووحدة. ولكن أين نضع تصريحات وزير الدفاع الأمريكي؟ العمل العسكري وحده لن يضمن القضاء على داعش والعصابات الإرهابية. سيد باسم، هي خطوات أو مراحل ما بعد مواجهة الإرهاب في العراق؟ بكل تأكيد هناك كما أشار بيان المكتب الإعلامي لرئيس الوزراء بعد اللقاء الذي تم بين وزير الدفاع ورئيس مجلس الوزراء العراقي بأن هناك آفاق للتعاون
هم مهتمون جدا بملف الطاقة، مهتمون أيضا بملف المناخ، بملف الشركات الأمريكية كما تعلمون العاملة في العراق، فبالتالي كما هذه مصالح مشتركة. جميل. تعزيز المصالح المشتركة، العمل، التبادل التجاري، الاقتصادي، تبادل الخبرات، الزيارات، مجالات كما تعلمون منفتحة كما أي دولة، كما لمصر أيضا علاقات مثلا قوية بمجمل هذه الدول الكبيرة. فبالتالي العلاقات، الترابط الاقتصادي، الشراكة المستدامة، هذه تعزز دائما العلاقة بين الطرفين، وهي التي تأتي ما بعد الحديث عن الوجودات العسكرية أو القوات القتالية. سيد باسم، إذن السياسة التي أطلقتها حكومة السوداني يعني مبادرة تقريب وجهات النظر مع جميع الدول العربية وإقليمية وحتى الدولية تؤتي ثمارها وأكلها اليوم من خلال هذه الزيارات وخلال هذه التحركات. بكل تأكيد. أشكرك على هذه المشاركة وانضمام حضرتك إلينا. سيد باسم العوادي المتحدث باسم الحكومة العراقية، شكرا لك. ننتقل الآن إلى سحر المشرق، حيث سنتعرف على إحدى معالم العراق الأثرية الأكثر زيارة وشهرة، زقورة عرققوف. لنتابع معا. ختام المشرق العربي، نشكر لكم طيب المتابعة. هنا القاهرة عاصمة الخبر.